بعد تعليقه لأكثر من 30 سنة، قرار بإعادة بعث نشاط الصيد البري في الجزائر وتشكيل الفيدرالية الوطنية للصيد البري. هذه العملية ستسمح بوضع حد لظاهرة الصيد البري غير القانوني وتكسب الاقتصاد الوطني أرباحاً بالعملة الصعبة، لا سيما في مجال الترويج للسياحة في مجال الصيد البري. بعث نشاط الصيد من جديد، لأن الصيد في اقتصاد لازم نعرفوا لها الصيد، فيه ثاني صيد سياحي، فيه مداخيل الدولة تسمى خط بلديات في كلا الأراضي تاع الفلاحة. على أساس توريستيك، حب وطني جزائري أو أجنبي أو عبد العمر الصعبة أو هذا يكون كاين عن طريق لاجونس دو فواياج سياحة مع الجمعية ينظموا اقتطاف. من بعد منح 27 ألف رخصة صيد على المستوى الوطني بعد خضوعهم للتكوين قبل الحصول على شهادة تأهيل للحيازة عن رخصة الصيد، أداة ضرورية لتحقيق السياسة الصيدية والمحافظة على الثروة الحيوانية وتثمينها. زي احنا عندنا قريب 27 ألف صيد راه واجد، والجزائر راه قارة كبيرة على أي دولة هنا في إفريقيا أو في أوروبا، دونك حنا لازم نعود نبعثوا هذا الصيد من جديد باش تكون موارد حاجة إيكونوميك للبلاد. تطوير وتقنين ممارسة الصيد البري للحفاظ على التنوع البيولوجي في البلاد، خطوة تعمل الحكومة على تجسيدها لا سيما بعد الإعلان الرسمي عن افتتاح نشاط الصيد البري للموسم الحالي بحر هذا الأسبوع، الذي يحدد فيه فترات الصيد مختلف أنواع الطرائد المرخصة بصيدها والعدد الذي يسمح لكل صياد باصطيادها.